فضيلة الشيخ وفقكم الله، رئيس المركز الإسلامي في بلاد الكفار، هل له أن يقوم مقام الإمام في إقامة الحدود على المسلمين هناك؟ والله هذه مسألة يحتاج إلى نظر، لأن كل المراكز تكون على مستوى، وعلى إذا كان المركز على مستوى معترف به فإنه عنده جاليات مسلمة فإنه يقوم مقام الإمام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.